ولمناقشة تطورات ثورة تشرين معنا من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض السيد لبيد الصميدعي، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. حياك الله. 6 أشهر والتظاهرات متواصلة على الرغم من القمع الحكومي والتسويف، وهذا أمر لافت للحقيقة، والجماهير العراقية ما تزال مصرة على الاستمرار في هذه التظاهرات حتى تحقيق أهداف الثورة. هل نستطيع القول بأن رهان الحكومة على الوقت قد خسر؟ بالتأكيد قد خسر. الأبطال الذين صمدوا لمدة 6 أشهر تحت ظروف قاسية، ظروف الطقس القاسية، بالإضافة إلى عمليات القتل وعمليات الاعتقال والقطف والتعذيب التي طالت آلاف المتظاهرين والناشطين، و أنتجت مئات الشهداء وآلاف الجرحى وكثير من المعوقين. هذا الصمود البطولي أسطوري، هذا الصمود ليس له إلا أن يستمر. كل الظروف وكل الظروف الصعبة مرت خلال 6 أشهر الماضية، وما بقي هو بالحقيقة أقصر عمر أقل من 6 أشهر. نعم. هذا النظام لن يصمد طويلا، سينتهي خلال هذا العام بإذن الله. يسقط هذا النظام، النظام يتهاوى وهو مفلس، ليس مفلس سياسيا فقط وانما اصبح مفلسا ماليا. هناك عجز هائل، رقم خرافي في مستوى العجز، اكثر من 100 تريليون دينار عراقي. الموظفون مهددون بقطع رواتبهم بالحقيقه، وهذا سيؤدي الى ثوره اكثر شموليه من الثوره الراهنه. فاذا كل اسباب استمرار المظاهرات. نعم، على ذكر المظاهرات أستاذ لبيد، لجنة التظاهرات دعت الطلاب والمتظاهرين إلى الاعتصام في ساحة الخلاني ببغداد يوم الأحد. هذه الدعوات والمليونيات المتتابعة، هل تؤكد أن العراقيين قد وصلوا مع النظام إلى نقطة اللاعودة؟ نعم، وصلوا إلى مفترق طرق ووصلوا إلى نقطة اللاعودة، لأن هذا النظام يسير باتجاه، والشعب العراقي يسير باتجاه المعاكس تماما. النظام هو رهن النفوذ والسيطرة والتحكم الإيراني بالحقيقة. وأكبر مثال على ذلك الميليشيات التي تضرب بموجب أجندة إيرانية وتحت سمع وبصر الحكومة. القوات الأمنية تعرف من أين تنطلق الصواريخ وما هي الميليشيا التي تقوم بإطلاق هذه الصواريخ، ومع ذلك تدعي بأنها لا تعرف ذلك. الحكومة أصبحت أسيرة للميليشيات وأسيرة للسيد الإيراني، وتعمل وفق الأجهزة الإيرانية ووفق المصالح الإيرانية. لحد الآن تدعي بأنها تغلق الحدود مع إيران، لكن إيران وفي نفس الوقت هذه الحكومة، نعم، تستمر في القمع الواضح ضد المتظاهرين والاعتماد على الخيار الأمني. هل يعني ذلك أن شركاء العملية السياسية قد أمنوا العقاب والمحاسبة وبالتالي يقومون بكل هذا العنف والقمع ضد الشعب؟ نعم، يقومون بهذا السبب، يقومون بهذا عملية هذه القمع، ولسبب آخر وهي أشبه ما تسمى بصحوة الموت. النظام لم يعد أمامه إلا الحل الأمني، إلا مواجهة الثورة بعمليات القمع، لأن ليس لديه خيار آخر. هو عاجز عن تشكيل حكومة، هو عاجز عن توفير مال للمشاريع، عاجز عن إقرار ميزانية للدولة، لأنه أيضا لا توجد حكومة تصريف الأعمال، ليس لها صلاحية إقرار حكومة إقرار ميزانية. نعم، مهددين بالإفلاس. قبل قليل سمعت وزير الصحة يقول طلبنا 150 مليون دولار من أجل مواجهة وباء كورونا، قال قدموا أقرونا 5 ملايين، ورحت بالطلب على وزارة المالية، وزارة المالية لحد الآن لم تصرف لنا 5 ملايين. تصور 5 ملايين، هذا مبلغ بسيط جدا. نعم، لم تستطع وزارة المالية صرف مبلغ 5 ملايين. البلد مفلس، وعلى العراقيين أن يستعدوا لهذه الحالة، لأنه وهنا يكمن السؤال عن الخطوات التالية الواجب على المتظاهرين اتخاذها أمام هذا التجاهل الحكومي لمطالبهم. نعم، على المتظاهرين أن يصمدوا ويصمدوا، وأن يتكاتفوا، وأن يوحدوا صفوفهم، وأن تنبثق عنهم مؤسسات، يجب أن تنبثق عنهم مؤسسات شبيهة بحكومة الظل، أن ينهضوا بمسؤولية إدارة الدولة. هم الذين ينهضون بمسؤولية إدارة الدولة، يشكلوا حكومة ظل لها مشاريع
وتستعد لإحلال محل هذا النظام السياسي المتهاوي، لأن النظام سيسقط، ربما يسقط بعد أسبوعين، ربما بعد شهر، بعد شهرين. نعم. لكن أنا على ثقة بإذن الله هذا النظام لن يستمر إلى نهاية هذا العام، يتهاوى، سيتهاوى هذا النظام. هناك أزمة في الأسعار على فكرة بسبب غلق الحدود، الدول المجاورة كلها أغلقت الحدود، والمواد الغذائية أكثرها تأتينا من دول الجوار. أنا سمعت اليوم قبل شوية كيلو البصل وصل إلى 3000 دينار، يعني هذا مصائر، فالأسعار تهب يعني. نعم. مواطن بفلوس، وبالمقابل تمام ناقش مسألة تنصيف الرواتب إذا ما يتم إلغاؤها يعني. شكرا لك سيد لبيد الصميدائي عضو التحالف الوطني المعارض، كنت معنا من ملمو.